من وين بدنا ناكل اليوم؟ اليوم رح ناكل من فلافل البستان يلي موجود على إشارة جبال حد ملك الطوق. بيفتحوا كل يوم من الصبح لعشية، فإذا حابين تتروقوا وتتغدوا أو حتى تتعشوا عندهم تقدروا تروحوا. بيقدم كتير أنواع أكل، رح نشوف سكشن منهم اليوم، وبفيديو تاني رح نرجع نشوف الأيتمز الجداد يلي رح ينزلوا على المنيو. بلشوا بتحضير البيض بقوارمة، وما في يخبركن عن ريحة شو كانت بتشهي هنو عم بيحضرون. وانتقلنا للفتة. شو بدي أقلكن عن الفتة، من زمان هي my favorite item عندهم. من بعد ما دقت كتير اشياء تانيين حبيتهم، بس رح خبركن الصراحة انه ولا شي قدر سبق الفتة. تربيتنا كانت بتتضمن فلافل، بيض بقورمة، فول مدمس أكيد، حمص بطحينة، وحتى بيتضمن كمان صفيحة. كل الأكل كان طيب والخضرة كانت سوبر فريش. أكيد أي متى ما بتكونوا بجبال بنصحكم تروحوا وتاكلوا عنده، لأنه أكله سوبر طيب.